لحق لسه اكتف يعني، ده رجع وقعد شويه. السلاح ده يا جدعان كده، ها بصوا ده اللي بقول لكم عليه، فيه اسلحه ما بتتهزش، ده ايم اسيست، فده مفيش اي حاجه بتثبت له الايم. لوبي مش تعبانه خالص يعني، ما تقلش عليها بطلب. ده احرف لاعب وورزون أسوأ أسوأ حاجة اتعملت في اللعبة دي. وأقول لكم معلومة صادمة يا جدعان، ناس كتيرة جدا ماشية مع الطيار، الطيار بيقول إيه إن أنت تلعب بمونتينير، لكن هي بتعمل إيه وما يعرفش. راجل دي في المية إزيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. طبعا الحمد لله السلسلة بتاعت الرياكشن الحمد لله واضح إن هي يعني الحمد لله يا رب عاملة نجاح وعجبة ناس كتير منكم، فالحمد لله احنا مكملين فيها. وكنت شفت كومنتات كتير عن ناس نعمل عليها رياكت، وبالفعل هو احنا بدأنا نوفي ان شاء الله. نزلنا عن الراجل اللي هو نيكستا ده اللي هو اللي كان النصاب ده ب81 كيل، ونزلنا بعدها عن ستريف، ونزلنا عن زيرو بناء عن طلب ناس كتير. النهاردة هنعمل ان شاء الله رياكت على دياز بيفل. يا جدعان دياز بيفل للناس اللي ما تعرفش من احسن الناس في العالم في لعبة وورزون عموما. الراجل ده بيلعب كنترولر، بيلعب من هو سنه صغير جدا، يعتبر كان تقريبا 16 سنه او 17 سنه ايام وورزون 1. الواد لعيب جدا ايام وورزون 1، كان عندي شك شويه فيه خصوصا لما بيلعب من البيت. بصوا يا جماعه، اي حد من البيت، عشان بس المقدمه دي ممكن تبقى سنه فيها رغي، اي حد من البيت ممكن يعمل اي حاجه، مفيش ثقه خالص في الموضوع ده بالنسبه لي، تمام. ولكن لما الراجل ده بيروح اي تورنمنت، بيروح اي مسابقه او بيروح اي حاجه، لا يا جدعان الراجل ده تقيل قوي. الراجل ده بيحط تقريبا على كل هناك اللي هم اصلا يعتبر ستريمرز وناس برو بلايرز يعني، بيحط عليهم. فهو مستواه كمستوى، لا يا جدعان هو مفيش كلام على مستواه. ولكن هل ممكن كان بيتشيت قبل كده؟ انا اشك انه كان بيتشيت قبل كده، ولكن حاليا انا الصراحه مش متابعه بقالي فتره. فالفيديو ده رياكشن بيور يعتبر مني ومنكم يعني، انا لاول مره بشوف الفيديو ده برضه، انا ما اعرفش ده ايه. فمن غير ما اطول عليكم تعالوا نخش على الفيديو على طول. طب يا جماعه نبدا الفيديو، يلا بينا. ماشي ريبوزيشن خلاص، هو جاب الثلاثة عش قوي. تيم وايب، بصوا يا جدعان الراجل ده بيمس اهو، في طلقات مش بتريجستر لان ده الطبيعي ان انت مش كل طلقة هتضربها هتيجي، تمام. مبدئيا الراجل ده في العادي اصلا اللي انا عارفه انه بيلعب على بنج قليل، البنج عنده هنا عالي، فحاجة من الاتنين، يا اما السيرفرات كانت وحشة، يا اما كان في حاجه في الكونكشن بتاعه اترمى مثلا يعني، وهو بيعمل كونكت اترمى على سيرفر بعيد، فدي ملهاش حل تاني. اللي انا عارفه ان الراجل ده بيلعب على بنج قليل جدا جدا جدا، تمام. الراجل ده بيلعب على بنج اقل من 5، عشان بس الناس ما تبقاش متفاجئه يعني. جاب نتفرج برضو، نزل المكان الهوت دروب، وريني ثانيه واحده معلش الحته اللي فاتت دي. معلش بس انت، هو انا بحاول. Yeah, but apparently هو لمح، هو can hit bingo and then it like takes off. Yeah, but لا ثانية واحدة يا باشا. I don't think there's winning, bro. معلش انا عدتها كذا مرة يا شباب. بطأ السرعة لأن في حاجة غلط. تمام. أنا حاسس إنه ضرب على اليمين قبل الودن. لا 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 صح. الواد اهو بصوا لما بطأنا شفناه، الواد كان لسه بيقوم اساسا، الواد اهو لسه معدي من هنا حالا كان بيقوم، وهو عينه راحت معاه. تمام ماشي. انا عدتها كذا مره لان هي غريبه. ماشي كمل. يعني لسه ما تفنش، لسه كبيره معاه سيلف طبعا لانه لسه نازل. هياخد الكل. جامد كلولس واقف ولا ليه في اي حاجه. جامد يا ابني والله العظيم. Later, bro. Love you, Bob. مسكيتو دي يا جدعان من اجمل الحاجات اللي اتحطت، اقسم بالله تحفه.
I'm in it, Pens, but they didn't let me. They didn't give me a captain spot, bro. دي صوت اهو فوقيه هنا بالظبط. ناس كتير قوي هنا يا جدعان. هو اشترى سلاح طبعا ودي معظم الناس بتعمل كده، بيشتري سلاح ليه هو يبتدي فايت بيه. الماسكيتو نزلت على حد كسرت دروعه اهي. عايز اشوف الايم بس يا جدعان. التعليقة دي لازم نشوف لها حل. في حد شايفه؟ حد شايفه اصلا من الجنب من فوق؟ واحد بيبوش. الله كذا واحد خلاص بقت حفلة يا باشا. بصوا يا شباب بصوا السلاح ده ايم اسيست. السلاح طالما الايرون سايت، علامة الايرون سايت دي اللي هي اللي في النص دي يا شباب، العلامة بتاعت الايرون سايت دي طالما فيها فيجوال شيك بتتهز كده معاك، فده مفيش اي حاجة بتثبت له الايم. لما بيبقى في حاجه بتثبت الايم دي بتبقى ثابته ما بتتحركش. انت خدها قاعده، شفت دي بتتحرك اعرف ان الراجل ده مفيش حاجه، دي ثابته ثبات مفيش خالص مفيش لعبه يا جدعان دي هتبقى فيها ثابته كده. يعني اسلحه ممكن في اسلحه في اللعبه دي بتبقى فيها الايرون سايت ما بتتحركش زي الرام 7، ومع ذلك هتلاقي فيها هزه برضه. يعني لازم هتلاقي لازم السلاح بيتهز منك، انما الضرب كله في نقطه واحده ودي ما بتتحركش كده في حاجه شمال. خدوها قاعده. تعالوا نكمل. انما الراجل ده لحد دلوقتي اهو في هزه كده بتحصل حتى في الكلوز رينج اهو. عاش قوي الول بانج، عاش قوي الول بانج. الواد ده معرق. الواد داون برضه لحق لسه اكتف يعني، ده رجع وقعد شويه. السلاح ده يا جدعان كده ها اهو بصوا، ده اللي بقول لكم عليه، في اسلحه ما بتتهزش او في هزه برضو بسيطه بتحصل لو شفتوها. نرجع هنا اهي الحته دي. السلاح ده كده كده اصلا هو عامل له بيلد علشان السلاح ما يتهزش، وحاطط له ايه الهاي جرين دي نوع اميونيشن. بصوا يا شباب بصوا بتتهز ازاي، فيها هزة على الرغم ان اصلا البيلد دي المفروض انها ما تتهزش. تمام رجع تاني على واحد اهو لسه نازل. هو حاطط اميونيشن كمان عشان البولت فيلوسيتي بتاعتها تبقى اعلى وبتزود الرينج. ولسه دي بنتفرج هنبص. انا لحد دلوقتي الصراحه الراجل مش شايف في حاجه لحد اللحظه دي. اللوبي يعني متوسطه، اللوبي مش تعبانه خالص يعني، ما يتقالش عليها بط لوبي لان في ناس بتتحرك اهي مع بعض زي ما انتم شايفين وبيجروا يعني سبرنتات وكده. مش انت لمحته منين معلش؟ هو لما قتل الواد بان ظهر على اليو في. تمام هو بيضرب تحسبا انه جاي، اتضح ان هو متداون. هيتداون جي 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 خلاص اتزنق. زي ما قلت لكم يا جدعان، لا الواد لحد دلوقتي الواد نظيف مفيش حاجه، والواد لعيب جدا دي مفيش كلام عليها. تاني هقولها المره التانيه، ده احرف لاعب وور زون في العالم عشان بس يبقى الكلام منتهي يا جماعه، عشان محدش يتكلم في حاجه. انا نفسي معترف، انا ما بحبش الكنترولر، ولكن في ناس مستوياتها يا جماعه ما ينفعش ان انت تتكلم. ده لعيب. كمل الفيديو. في خناقة هنا. تعال نبص كده. طيب هو هنا بيتحرك. ماشي. That guy does not seem bad.
Where's the robot lobby? I can just all AR, just gun them down. Unlucky. Remaining operators from that squad. Hunt them down. I need smoker rounds. Vado, rock, 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 rock. طيب هو كده مستني في صوت اهو. ايوه في حد بيبوش. تمام عش بوزيشننج يا جدعان. البوزيشننج هو اهم حاجه. هو عمال بياخد كفر على قد ما يقدر. الواد قدامه الامو بتاعته خلصت. الراجل ده عشان بس ما قلناش البركاب بتاعته بيلعب ماونتينير ودبل تايم وتمبرد وهاي اليرت. ليه؟ لانه برضو زيه زي اي حد بيخش سولو مثلا تريو سولو كواد ده عايز كل حاجه تنجزه. الدبل تايم عشان يقدر يجري بتزود التكتيكال سبرنت وبتقلل من اللي هي الريسيت بتاع التكتيكال سبرنت. الماونتينير عشان زي ما انتم شايفين ان هو بينط من فوق لكن هو متعود انه بيفتح باراشوت. يعني هو النطه اللي نطاها دي دلوقتي كذا مره كان ممكن يلبس بسببها انما هو ولا كان هيحصل له حاجه. هو عشان متعود مش اكتر. تمام ماونتينير بتخليك تنط من فوق البيوت من غير ما يحصل لك حاجه ما تاخدش دامج. التمبرد دي علشان ما تقعدش تشل الثلاث شيلدات. هي شيلدتين واقلب على طول. اي حاجه تختصر معاك الوقت هو هيستخدم دايما. الهاي اليرت طبعا زي ما انتوا شفتوا انقذته فوق ازاي لما كان بيتخانق مع الاثنين وفي هاي اليرت ان في واحد جه من ظهره راح نطط على طول من فوق ما فكرش. كان موبايل فيديو من الستريمرز اللي يعتبر كواليتي الفيديو بتاعته كويسه الصراحه. واحد اتفرج على فيديوهات بامانه زي ستريف. ستريف عنده مشكله كبيره جدا في الكواليتي بتاعه الفيديو زي الزفت محتاج يشتغل عليه. برضه في واحد شايفه تقريبا من الكنيسه. اوه ايوه اه اه تشيرش اهو واقف ماركت. الله 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 الله. وحاليا السلاح ده يا جدعان من الميتا يعتبر عشان بس الناس تبقى فاهمه. يعني تاك اراديكيتور ده ال ام جي. اوه اسوأ حاجه اتعملت في اللعبه دي الكلاستر ماين. مفيش كاونتر ليها حتى. هتلبسها يعني هتلبسها لازم تبعد عنها. الراجل فقد الايه السلف بتاعته. بص حتى هو بص انا سبحان الله هو بيشتم في الديفز نفسهم اللي هم الناس الايه المبرمجين بتوع اللعبه لانه فعلا هي كيل ستريك ملهاش اي لازمه. ايوه بعد بيبيت بيلف اهو. اوه رايت شيلد قرف عش. لو كان معاه فليكس ولا كان ده حصل. بيركل اسمها فليكس عاش قوي. هقدر طال كتير عليه بس عاش جابه. الولد ده لجيت يا جدعان مفيش اي حاجه عليه مفيش كلام صراحه. يعني لحد دلوقتي لعبه نضيف مفيش اي حاجه وبيتغفل ومات كذا مره وكده. يعني عاش روبينج نايف من اللعيبه. Kill confirmed and we located the rest of them. That's the loadout spot right there. Only 25 left. Keep up the good work. من اللعيبه. على حلو الصراحه. رياكشن جميل. ده بقى لو كان بيهاك ولا كان في حاجه. بس في حاجه هنا انا عايز افهم هو ازاي الهاي اليرت ما اشتغلتش. ازاي؟ الواد ده ممكن كان بيلعب بكولد بلاد يا جدعان او حاجه. ده مفيش يا جدعان ولا الهوا ما اشتغلتش. لا اشتغلت. يا الله ده اشتغل جزء من الثانية. يا الله تخيل انت كان ممكن تموت موتة عبيطة بالشكل ده. هو رات فعلا. الواد هنا اهو قاعد مكمبر على السلم. ايه ده؟ ده فوق. انا شخصيا يا جدعان ما بحبش العب بال عش قوي شخصيا ما بحبش العب بالهاي اليرت بسبب الحركه اللي انتوا لسه شايفينها دي. هو واقف مش عارف هو اللي شايفه منين. الناحيه الثانيه ده بيضرب سنايبر من على البوليس من على سطح البوليس. المنطقه دي جميله بفرم فيها كلات بريسيجن. خليك بقى واقف تحت انسب مكان ليك. انسب مكان حركش عشان ممكن تتدون. Unlucky.
Easy kills, يا جدعان. Easy kills. I'm going bleeding right now on stream. واحد بيرف اهو فوق. ده جميل قوي، ده مش واخد باله. وده لو بيهاك يا جدعان كانت كل الطلق ده رشق فيه. He's looking at me, bro. No, oh, دي نفس اللي بكلمكم فيه، ده اللي انا بكلمكم فيه. البرك دي مشكلتها ان هي بتخيلك حرفيا. هو دلوقتي عمال بيدور هو متشاف منين. All right, there's a dead over here. What are you doing? اشقوي دي ايزي دي يا جماعه، ما فيهاش اي حاجه. بص هو متعود على الايه، متعود انه يفتح باراشوت. هو متعود انما هو معاه ماونتينير هينط وخلاص. واقول لكم معلومه صادمه يا جدعان، ناس كتيره جدا ماشيه مع الطيار. الطيار بيقول ايه؟ ان انت تلعب بماونتينير، لكن هي بتعمل ايه وما يعرفش، وحاططها وخلاص. فهو ممكن يبقى كده على فكره وحاططها وخلاص. فاير سيل طبعا يلحق ايه يشتري اي حاجه بيبقى عليها خصم، ينجز نفسه بسعر اليو في الواحده، يقدر يجيب اتنين. اوه كان متغبيه جدا دلوقتي. Depends. I don't know how to do it, bro. I never learned. في حد فوق؟ دي اللقطة اللي كانت في الانترو. الستيم برضو من الحاجات دلوقتي يا جدعان اللي بتنجز قوي يعني. اهرب. Oh my god. Oh my god. عايز ياخد الكل طبعا. الستيمات خلصت. اللي هو بيعمله ده دلوقتي اسمه ايجو تشالنج. ايجو تشالنج ليه يعني ايه؟ انت يعني زي بغرور كده ان انت بتخش ان انت لا انا هاخد الكل دي حتى وانا 1 اتش بي. انتوا لو تاخدوا بالكم كان هيلوس لسه ما طلعش، يا دوب عمل اللود وراح طالع عشان يلحق ايه ياخد الكل، يعمل التيم وايب بتاعته. الحركه دي بتبقى فيها مجازفه جامده قوي، لان انت ممكن الجيم يروح منك بمنتهى السهوله بسبب الحركه دي. الايجو تشالنج مش دايما كويس. Oh my god, they're doing this bullshit at university, dude. اسوأ مكان الزون تقفل فيه هي اليونيفرستي يا جدعان، في فوندل. اليونيفرستي دي اللي هي المنظر اللي انت شايفه واللي فيه جراج كبير، ده اسوأ مكان ممكن تقفل فيه. طبعا كيلز هنا يا باشا. Oh my god, if I die, I swear to god, bro, I'm gonna lose my shit. بدا بقى هو بيحاول كده يريبوزيشن، بيغير اتجاهه لان في ناس تحت هنا، وكان مدون واحد دونه تاني اهو قاعد هنا. صح جدا اللي هو عمله ده يا جدعان. اي حاجه ممكن تاخدها كفر، حتى شويه الورد دول. صباح الفل يعني، واحد راح يصحي. طيب سرقت منه يا خساره. نفس الحركه يا جماعه، لما يبقى حد بيطلع لك سلالم او حاجه لازم تاخد انت عليه ايه، تنط من فوق السور، تنط من فوق الترابزين، تاخد عليه زاويه. هو حرفيا الواد طالع ولا واخد باله، فجاه لقى نفسه داون. تمام، دي ايزي كيل، دي ايزي 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 ايزي، ما فيهاش اي حاجه. برضه اتسرقت منه. برضه اتسرقت منه. تمام يو في. Fuck UAV. Is it fixed right by a fucking advance? It does. الواد ده عدى، الواد ده خطر كده. ايوه تعديته دي بس كده داون. في واحد تاني على اليمين ولا جاي من فوق؟ لا ده تحت اهو على اليمين. داون الصوت بتاعه كان بيعمل سيلف، عاش قوي راح ضمن ان هو يدونه تاني. بس ما تاخدش ثقه لان ممكن يكون معاه سيلف كمان. بس كده خلاص. فنش الكلاب بتاعته زي الفل. ويبتدي يتحرك تاني عشان يخش على الزون. مشكله انه قدامه اتنين في الميه بس هم طلعوا. عرفت منين طبعا؟ لان هو مشغل ادفانسد يو اي في. ادفانسد يو اي في بتشغلها ازاي؟ ان انت بتشتري 3 يو اي في تشغلهم مع بعض، بتحولها لك لادفانسد يو اي في، فبتظهر لك الناس بالشكل اللي انتم شايفينه فوق ده يا شباب. فطبعا بتبقى كاشف كل حاجه، سواء جوست مش جوست هتبان. تمام، البيرك بتاعت جوست عشان بس الناس يبقى عندها معلومه، دلوقتي ما بقتش زي زمان ان هو انا واخد جوست مش هظهر كده كده، حتى لو ايه ادفانسد هتظهرك. يعني ادفانسد يو اي في بتظهرك حتى لو معاك جوست. دلوقتي لو انت معاك جوست وفضلت ثابت في مكانك بتبقى ظاهر عادي على اليو اي في، علشان ما تكمبرش. عملوا الحوار ده عشان خاطر الناس اللي بتحب تكمبر. نرجع تاني. ماشي ايزي كيلز، لازم ياخد بوزيشننج.
لازم ياخد بوزيشننج. ريلود يا باشا، ريلود يا باشا، عشان انت في ناس قدامك. لحقوا لحقوا لحقوا، عاش قوي. اطلع لان في ناس في الوش. البوش دي هتبقى ايوه تمام. ده كان معاه سيلف كمان. في لسه ناس هنا، في اتنين، في اتنين معاه، في اتنين معاه في نفس البيت. لازم ياخد باله. اهو فوق اهو، عاش قوي. Load. That shit. Just in case. بس كده. لازم يا جدعان يبقى معاك حوار الجاز ماسك ده في اخر الجيم. بس دي فري كيل يا باشا جات له. لازم معاك الجاز ماسك في اخر الجيم لان هو فعلا هيظبط معاك الدنيا. Stop. كان هيتدون حالا. Thank you. I'm getting my fools, bro. او سنايبر تاني. بوزيشن وحش جدا دلوقتي. هو محتاج يخش ناحيه الزون. الفكره ان هو ممسوك عليه هاي من ناحيه اليونيفرسيتي. هو لازم ياخد المكان ده كفر دلوقتي في وشه. هو ده مش حل تاني. بس طبعا عشان هو ديني وطماع عايز ياخد الكل. طيب هو دلوقتي وان شوت. ده غبي قوي ما شاء الله يعني. هو كان لازم يموت. طيب ها تعالي تعالي. They're fighting. اه طبعا عم الزيطه تقريبا. في واحد على اليمين، واحد على اليمين تقريبا. انا شفت حد بيجري يمين. او ماي جاد. لا 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 اوف اوف اوف. في واحد تاني. اوه الواد ده كان خلاص. في واحد تاني مكازا. ده تيم كام؟ ايه ده ايه ده؟ دي مش عيب. انا قايل لكم ايه يا جدعان؟ انا قايل لكم انا شفت واحد جري يمين. الواد اهو فوق من ساعتها. تاني باش نط يا باشا، نط يا باشا. معاه جاز ماسك. اقف يا عم جوه الزون، اقف جوه الزون يا عم. اتسرقت منه ماسكيتو يا خرا. You're fucking robbing me. اه حرفيا ده اتسرق منه لحد دلوقتي ممكن اربع كلات، تلات كلات او اربع كلات سرقوا منه حرفيا يعني. نايس عليه اربعة. ادي واحد. تمام ناقص عليه ثلاثة. في واحد بره هنا. تمام ده حمار قوي ما شاء الله. لازم يموت. فوق ايه؟ عاش قوي، عاش قوي. Oh my fucking god. كان زمانه دلوقتي 58 او 59 كيلو. What was that? What was that game? That's my PR on this game, I think. ده اللود اوت يا شباب للي حابب ياخد اللود اوت بتاع الراجل. طب يا جماعه ده كده كان الرياكت على دياز بيفل. بصوا يا شباب انا الصراحه من الجيم بلاي اللي انا شفته انا مش شايف فيه اي حاجه غريبه، مش شايف فيه شك ان الراجل ده بيتشيت زي ما قلت في بدايه الفيديو. الراجل ده زمان ايام مورزون 1 انا كنت بشك فيه طبعا. كان فيه لقطات كتيره جدا صص بشكل مش طبيعي، والراجل كان لسه طالع جديد فجاه احسن لاعب في العالم مورزون وبيعمل ايه ويسوي ايه. كان فيه حاجات كتيره عليه وكان فيه كلام كتير وكان فيه لقطات كتيره قوي غريبه. وانا اي حد من البيت من الناس المشاهير دول، اي حد من البيت بتلاقيه كده ان هو ماشي خارق على طول كده، دي بتبقى غريبه شويه. تمام. ولكن انا الصراحه الفيديو اللي انا اتفرجت عليه النهارده اهو زيكم اول مره اشوفه. لا الفيديو مش اي حاجه، الراجل نضيف 100%.
مفيش اي حاجه خالص. اللوبي مستواها مش تعبان، مش بوتات، اللوبي يعتبر ديسنت، اللي هي مستواها ايه، مستوى متوسط. في ناس بتلعب قصاده كذا مره يتقتل، بيتحفل عليه بتاع عادي يعني قشطه، لكن اللوبي مش معرقه، اللوبي مش سويتي، مش معرقه. فالصراحه انا شايف ان الراجل مفيهوش اي حاجه، الراجل تمام يعني مش بيتشيت. وده كان الرياكشن بتاعي على دياز بيفل. بصوا يا شباب، ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله هنكمل السلسله دي. في كذا ستريمر تاني انا مجهزه، هنعمل رياكت عليه، نشوف الناس دي تمام ولا مش تمام. التقييم بتاعي على دياز تمام، مش اي حاجه. والراجل ده زي ما قلنا، الراجل ده بيستريم، تشوفوا هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو ده في الديسكربشن ان شاء الله. تخش تشوف السوشيال بتاعته، شوف الراجل ده، تابعوه حابين، كل حاجه دي حاجه راجعه لك. اتمنى كده الفيديو يكون خفيف عليكم، واتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله.